أنا عمر البرنس ودي وصيتي. بكتبها لأني حاسس إن الموت قرب مني. أنتوا الاتنين ولاد عمر البرنس. صباح العسل. شكلنا كده هنشيل ذنب أبوك لغاية ما نموت. أنا طول ما أنا معايا الحق ما أخافش. أنا عمري ما أخاف طول ما أخويا في ظهري. بس القضية دي مقفولة ضربة ومفتاح. على قد اللقطة اللي احنا فيها دي، بس أنا مبسوط إن بقى لي أخويا. مسار إجباري في رمضان على قناة مصر الأولى.